وللمزيد أعزائي المشاهدين ينضم إلينا الناطق العسكري باسم أحرار الشام أبو يوسف المهاجر من حلب أيضا. أهلا بك أبو يوسف، هل فعلا بدأت معركة كسر الحصار عن حلب، وما هي توقعاتكم لسير المعركة خلال الساعات المقبلة؟ حياكم الله أخي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نعم، بدأت معركة فك الحصار عن حلب، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وتم تحرير عدة نقاط منها مناسر منيان وحاجز سواتر المستودع وعدة حواجز أخرى وحاجز الصورة، وتم الدخول إلى الضاحية، والآن مجاهدين في قلب الضاحية يتقدمون يمشطون ويتقدمون بفضل الله سبحانه وتعالى. نتوقع أخي يعني خلال الساعات القادمة إن شاء الله تحرير ضاحية الأسد، ما يسمى بضاحية الأسد، والتقدم على عدة محاور، حيث كما رأينا على الخريطة هناك محاور واسعة جدا للهجوم، مما يتيح مجالات اختراق واسعة، مما أيضا يشتت طيران ومدفعية النظام المتركزة أيضا في مدفعية الراموسة والمتركزة في مدفعية الزهراء أيضا. طيب أبو يوسف، هذه المعركة هي معركة كبيرة، أو دعنا نسميها معركة كسر عظام، هل أنتم مستعدون لمعركة بهذا الحجم؟ قد تتطلب منكم تحرير مدينة حلب بأكملها؟ الحقيقة نعم، نحن مستعدون أخي، ولولا ذلك لما أقدمنا على هذه المعركة التي يحضر لها منذ أكثر من شهر. بعض المناطق التي اليوم نتقدم عليها نحن حضرنا لها واستعددنا لها منذ المعركة الماضية، لكن الضغط الشديد الذي حصل على الكليات جعلنا نتراجع ولا نتقدم إلى هذه المناطق. اليوم الوضع مختلف بفضل الله سبحانه وتعالى، هناك تحضيرات جيدة إن شاء الله سترونها، هناك إعداد ممتاز بفضل الله سبحانه وتعالى، أعداد كبيرة ليست كالمرة الماضية بل هي أكبر بكثير. هذا أمر يجعلنا مستعدين لحرب يعني استنزاف، وإن كانت ستكون طويلة إلا أننا سنكون مستعدين إن شاء الله، وسنحقق الهدف الذي بدأت من أجله المعركة، ألا وهو فك الحصار. إن شاء الله. أبو يوسف، هل هناك، ما هي الفصائل المشاركة في معركة كسر الحصار؟ باختصار هي فصائل جيش الفتح، 7 فصائل بجيش الفتح، وأيضا غرفة عمليات فتح حلب التي فيها أظن يعني 12 إلى 15 فصيلا أو أكثر من ذلك، ليس عندي عدد بالضبط. ففصائل كل تقريبا كل فصائل الموجودة في الساحة السورية هي مشاركة، في الشمال السوري أقصد، هي مشاركة في هذه العملية، من فصائل الجيش الحر غرفة عمليات فتح حلب وفصائل جيش الفتح أيضا. طيب أبو يوسف، أخيرا، ما هي الرسالة التي توجهها عبر حلب اليوم للأهالي المحاصرين داخل حلب؟ نطلب منهم الدعاء لنا حتى يعني نستطيع أن نفك الحصار عنهم إن شاء الله، وتعود حياتهم كما كانت قبل الحصار الأول، حياة هانئة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون فيها كل شيء متوفر إن شاء الله، وتعود حياتهم طبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى. نطلب منهم أن يصبروا علينا قليلا، نطلب منهم أن يدعوا لنا، نطلب منهم أن يساعدونا بما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. شكرا جزيلا لك، نسأل الله أن يوفقكم في هذه المعركة أبو يوسف المهاجر الناطق العسكري باسم أحرار الشام، كنت معنا من حلب. حياكم الله أخي.